أهلا مساء، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. فيديو اليوم اللي هو فلوج سفرنا للسودان. صراحة أنا ما بدأت أصور من بدري لأنه كنا جدا 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 مشغولين. فالليل الخميس والليل إحنا مسافرين السودان، فالميك اب اللي هاخده هكون حاجة خفيفة بس هزيد فيها شوية لأنه هقابل الناس أول ما أوصل المطار. فهأعمل آي شادو من ميكيت وليبستيك من إي أو إس، وتاني ماسكرة حواجب، فأسوي مكياج وأرجع لكم. ورجعت لكم بعد ما عملت مكياج خفيف كده. فهسه احنا متأخرين شوية فطالعين على المطار طوالي، فيلا خليكم مع الفيديو. هنا معي رامي، فقبل ما نطلع مش ماشي البقالة اجيب بيبسي. يلا شايفين وصلنا على المطار. هدي يا جماعة رنا، كل ما اسوي بس لازم تسألوني منها. انا شخصية مهمة. المهم قول لهم ليه ما بتظهري معي في البثوث؟ مشغولة. بشنو؟ مشغولة. طيب ليه ما عاوزاني اعمل لك ميك اب؟ اسمعني، ما بحب الميك اب. شفتوا؟ عشان ما تقول انا ما داري اعمل. هي المهم ما علينا، احنا هسه ماشيين. يا جماعة أنا جربت اللي هو المكة الجديد اللي هو مكة كوكي كارمبل، صراحة رهيب شديد، أنصحكم به وأنصحكم نصيحة شديدة لأنه فعلا حنا أنا أول مرة أجربه وعجبني شديد. إحنا هسا قربنا نركب الطيارة، فالمفروض إنه نركب 9:15 وإحنا حنركب 9:30، فخليكم معانا. ركبنا في الطيارة، فاضل شوي على الطيارة وتطلع. ما بعرف يقعد نهائي. وصلنا الخرطوم، فضلينا اللي هي المرحلة اللي ورانا دي اللي هي الأمتعة، وبعدها بنمشي البيت. فأشوفكم في البيت. وبس وصلنا البيت، وده كان فيديو اليوم، أتمنى يكون عجبكم معانا دعدع دعوية. إذا ما عرفتوها هخليكم رابط الفيديو اللي ظهرت فيه معايا صندوق الوصف معانا حسوني. نفس ظهر معاه في نفس الفيديو. حسوني دا تقول شنو؟ اهلا اهلا المساء. وانت يا دا تقول شنو؟ اهلا المساء. بليز استركوا في القناة، استركوا. يلا دعاء قولي دا تقولي وكنتي. هاي اهلا المساء، بليز استركوا في القناة. بس يلا اتمنى
الفيديو يكون عجبكم، وما عارفه صراحه الفيديو ده هينزل متين بالظبط على حسب الشبكه، بس يلا